انت بتعمل ايه هنا؟ ابدا ما جاليش نوم، قلت اتمشى شويه. خلي عندك دم، احنا ما ننفعش لبعض. وامتى بقى اكتشفت الحكايه دي؟ بعد ما قابلت جلال بتاعك؟ جلال ملوش دخل. نعم يا حلوه، عليا انا الكلام ده؟ الذهب ده بتاعنا وانتي وبس. بس كنت حاسم على جلال بتاعك انه يشاركني في الذهب او ارمي له شويه منه، مفيش مانع. لكن انه يشاركني فيكي قبل ما اخد حقي. حق ايه يا ابو حق؟ حقي ده؟ اتجننت؟ انا ابقى مجنون لو سبتك. ابعد عني. ابعد عنك، هو انا هسيبك؟ هتروحي مني فين؟ قلت لك هتروحي مني فين؟ ابعد عني يا رايك حامد، ابعد عني. عارفه يعني ايه بتاعتي؟ يا رايك حامد. انت طلعت وسخ وساخه. استرها يا بيه بس. هي اللي كركرتني هنا، كانت بتقولي نقسم الدهب انا وهي بس. بس انا ما رضيتش، بس انا مش خايف. قالت لي طيب انا هفضحك قدامهم كلهم. بعد كده هجمت عليا، قالوا لي انتوا جيتوا، هي دي الحقيقه يا ريس حامد، وربنا يشهد على كلامي. ما تجيبش سيره ربنا على لسانك، تأندل منك ما شفتش في حياتي. تعالي يا بنتي. هو عليك يا وسخ.
مساء الخير. Thank you.
يحسوا اننا قاطرينهم وياك يضيعوا منك. يلا الحمد لله بالسلامة. جبت الديناميت. اهو الديناميت. خلي بالك يا حبيبي. اصلها وقعت وزحلقت. صح، هي وقعت وزحلقت. لو قربت هضرب النار.
كلب ولا يسوى. جبت لك لقمة تاكلها. مش كفاية شرب بقى؟ عارفة؟ أنا كان ممكن أقتل النهاردة. بس أنا أصلي ما بحبش العنف. بحر هادي وجميل. بحر لذيذ وجميل ومسالم. انت قصدك لسه غطاسة مبتدئة؟ عارفة انا غطست كم مرة؟ 2000 مرة. انا بنزل تحت 80 متر و100 متر بنزل، بشوف عالم غريب ولذيذ. عارفة القرش اللي بيصوروه في السينما بيعض وبياكل؟